السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة I Graduate. إذا اليوم راح نشوفوا مع بعض نوفال فيديو. في هذا الفيديو راح نشوفوا كيفية تغيير مكان هذا الخط تاع التهميش، يعني الخط اللي راهو لتحت. اذا هنا كثير من الطلبه يعانيوا من مشكل انهم ما يقدروش يغيروا المكان ديالو، كسوسوا يعني من اليسار الى اليمين ولا من اليمين الى اليسار، وحتى يعني كاين دي ستوديون اللي يخرج لهم في وسط الصفحه. اذا كيفاش نديرو؟ عندنا نروحوا لهنايا ونكليك على اليمين تاع الفاره، ثم ندير موديفي. كي ندير موديفي تخرج لنا هاد لافنات خادية، وفي هاد لافنات عندك هاد لي تخوا بوطون. في هاد لي تخوا بوطون يعني شوفوا كيفاش يكون لو تكست، اسكو من اليمين الى اسكو من اليسار الى اليمين، ولا من اليمين الى اليسار، ولا في وسط الصفحة. اذا لاحظوا معايا كي ندير من اليمين الى اليسار وندير اوكي، اذا تغير مكان الخط الخاص بالتهميش اسفل الصفحه. لا ميم شوز كي نحب ندير المكان ديالو في الوسط، ندير هكا اوكي ويكون في الوسط، ولا نحب نرجعو لليسار موديفي توجور وندير هكذا اي جو كليك سور اوكي، دونك يخرج لنا الخط الخاص بالتهميش على يسار الصفحه. اذا كان هذا فيديو سريع حول كيفيه تغيير اتجاه الخط الخاص بالتهميش اسفل الصفحه. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والى فيديو مقبل ان شاء الله. سلام.